My name is Amal Khreshi. I'm from Zinaba village near Tulkarem area. I'm 53 years old. I am the general director of the Palestinian Working Women's Safety Board. كامرأة فلسطينية لدي رؤية حول الدولة الفلسطينية بحيث يجب أن تكون دولة مدنية تضمن المساواة لكافة مواطنيها ومواطناتها، يكون فيها مبدأ سيادة القانون وفصل السلطات الثلاث، ويضمن دستورها المساواة الكاملة بين كل المواطنين، ويضمن الحقوق المدنية لكافة المواطنين، يحظر التمييز، يضع الدستور آليات محددة لضمان نفاذ الدستور ونفاذ العدالة في المجتمع الفلسطيني، دولة يكون اقتصادها فيه شبكات أمان للفئات المهمشة، دولة تعترف بالعمل المنزلي ويحسب في الدخل القومي، دولة تمنح النساء حق الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، دولة فيها المساواة النوع الاجتماعي في كافة القوانين والتطبيقات وفي الثقافة وفي الخطاب المجتمعي وبالتحديد في الإعلام، دولة تحترم حقوق الإنسان وترى أن حقوق المرأة حقوق إنسان لا يمكن تجزئتها، دولة تضمن أن يكون هناك قضاء عادل لأي مواطن يستطيع أن يلتمس إلى المحكمة الدستورية في حال عدم اقتناعه لأي قرار محكمة سواء كانت محكمة شرعية أم محكمة مدنية، وفي حالة حتى رفض المحكمة الدستورية لإصدار قرار يناسبه أو يناسبها يستطيع له الحق ولها الحق في أن تتوجه للرأي أو يتوجه للرأي العام.